عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندس الوزارة بإنشائها، ذلك لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة. وأوضحت الوزارة أنه وفي إطار رؤية مصر 2030 تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي بالوزارة والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وكذلك تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال والعمل على رقمنة الوثائق، مع مواصلة حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة.